السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوران كنعان. اليوم حأشرح Data Structure جديدة اسمها Stack. بالبداية بنحكي انه هاي Data Structure او هاي الستاك هي من اكثر Data Structure استخداما، يعني في كتير من الابليكيشن تستخدم هاي Data Structure. هلأ نحن بنقدر نعرف الستاك على انه هي List of Items مثله مثل الاراي، إلا أنه بنقدر نعمل access بس على العنصر الموجود بالأخير، يعني ما بنقدر نصل لباقي العناصر. وفي كمان فرق تاني أنه الستاك ما إلها حجم معين بالذاكرة. مثلا هاي الأري نحن عرفنا أري من 6 elements، حيروح الذاكرة يخزن لي مكان 6 لـ6 عناصر بغض النظر ان قديش معبية منه، يعني انه هنا معبية بس مكانين، بس هو حيروح يحجز لست اماكن. اذا يعني هي ما لا فليكسبل من جهة الذاكرة، بس الستاك، بينما الستاك انا هنا في 3 اماكن بس هو فعليا حاجز بالذاكرة بس لمكانين، لانه انا معبية مكانين. وهذا الشيء هو اللي بيميز الستاك، انه هي بتكبر وبتصغر بالاراي، بتكبر وبتصغر بالذاكرة على حسب عدد العناصر الموجود فيها. يعني نحن وقت نعرف الستاك ما بنعطيها عدد عناصر معينة، لانه هي بتكبر وبتصغر حسب العناصر الموجود فيها. الاراي يعني بنرجع بنعيد، الاراي هي حجمها ثابت، يعني ما بتقدر تاخد اكتر من 6 عناصر، وبنفس الوقت اذا خزننا اقل حيضل مخزن اقل، حيضل مخزن 6 اماكن بالذاكرة. بينما ال ستاك هي حجمها دايناميك، تكبر وبتصغر حسب العناصر الموجود فيها. وكمان يعني هذا الشيء خلاها تتميز عن الاراي، لانه هي احسن واسرع باستخدام الذاكرة. تمام، هون هي نرجع نحكي انه هي مجموعة من الاليمنتس فوق بعضها، مثل هون عنا مثلا الشدة والصحون، هي اكتر امثلة مقاردة بالستاك. الشدة نحنا هون شو العنصر اللي بنعرفه؟ نحنا بنعرف انه في عنا كوين بالشدة، بس نحنا تحت هذا الكوين ما بنعرف شو الوراق اللي عنا. امتى بنعرف شو الوراق اللي تحت الكوين لحتى نقيمه؟ فنحنا هون شايفين بس العنصر الموجود بالتوب، بس تحته نحن ما بنعرف شو فيه وما حنعرف الا لحتى نقيمه. بنفس الشي بالصحون، انا ما بقدر اوصل لاخر صحن غير لارفع كل الصحون اللي قبلهم، او مثلا ما بقدر اوصل للصحن الازرق او اعرف شو لون الصحن. يعني انا بس بعرف ان انا عندي لون نهدي، صحن نهدي بالوش، بس انا ما بعرف شو اللي تحته. هلأ نحن هون الستاك شلون منضيف عليها؟ عملية الإضافة على الستاك اسمها بوش، يعني إذا بدنا نضيف داتا إليمنت معين حيجي فوق آخر داتا إليمنت موجودة. يعني أنا هون ضايفة 5 داتا إليمنت، بدي ضيف السادس حيجي فوق الخامس، ما بيجي أنا بدي ضيفه بمكان معين، ما بقدر ضيفه بمكان معين، ضيفه فقط بيجي آخر واحد. تمام، هلأ بدي أعمل عملية الحذف من الستاك. عملية الحذف بنسميها بوب. عملية الحذف بتاخد عنصر التوب وهو اللي بتحذفه، يعني انا ضفت هون العنصر السادس، وقت هون بده يجي يحذف اول شي حيحذف العنصر السادس. انا ما فيني اوصل للعنصر الثاني مثلا غير لحتى احذف السادس والخامس والرابع والثالث لاصل للثاني. ما فيني اقله انه والله روح على الاندكس الثاني وشو موجود فيه او شو العناصر الموجودة فيه. هاي الخاصية هي اسمها، هي الاكتر خاصية بتميز الستاك، وهي ليفو، last in first out، يعني اول اخر عنصر دخل هو اول عنصر حيخرج، وهي اكتر خاصية بتميز فيها الستاك. يعني نرجع منعيد انه الستاك ما له مثل الاراي فيها اندكس وانه يروح على مكان معين. الستاك بس بتشوف العنصر اللي بالتوب
وإذا بدها تشوف اللي تحته لازم تقيمه، والبوب بتحذف العنصر اللي بالتوب، يعني بتضيف من مكان، بتضيف وبتطلع من نفس المكان. وهي الخاصية بتميزها هي last in first out. هلأ نحنا عنا operations كتير مهمة بالستاك، هنن أهم شي نحنا حناخدن هنن هدول الأربع operations: البوش والبيك والبوب وإز إمتي. البوش هي بتعمل عملية إضافة على الستاك، تاخد هي بارامتر واحد بوش الفاليو، بنبعت لها الفاليو فهي بتاخد هاي الفاليو وبتضيفها على الستاك. البيك بتعمل على عملية إخراج آخر عنصر موجود بالستاك، بس هي ما يعني ما بتعمله ديليت، هي بس مجرد للإظهار، يعني بتاخده وبتورجيك اياه وبتخليه بقلب الستاك. بس بوب ممكن تورجيك اياه بس بنفس الوقت بتحذفه، يعني لما نعمل نحنا بوب وطبعنا العنصر الموجود بالبوب بيكون موجود عنا العنصر، بس بنفس الوقت هو انحذف من الستاك. از امتي بترجع لك يا ترو يا اما فولس. الترو معناته انه الستاك عنا فاضية، الفولس معناتها لسه في عناصر بالستاك. هلا بدنا نتعرف على عمليات البوش. مثلا انا عندي مجموعة من الكتب، الكتاب رقم واحد بدنا ندخله على الستاك. هلا بما انه ما في عناصر فوقه لهذا الرقم واحد فبيكون هو عنصر التوب، وبنفس الوقت هو حاجز مكان واحد حاليا بالذاكرة لهالستاك. يعني لو رحنا شفنا شو في بالذاكرة حيقلنا انه هو في مكان واحد، يعني لانه في عنصر واحد لهالستاك. تمام، هلا بدنا نرجع نضيف الرقم الثاني، الكتاب الثاني. هلا التوب بصير عنا اثنين لانه اجا فوق الواحد، ما في عناصر فوقه، بس بنفس الوقت انا اذا بدي اشوف الواحد ما بقدر اشوفه الا لحتى اشيل الاثنين، وقتها بقدر اوصل للواحد هو صار عنصر التوب. هلا صار مخزن بالذاكرة مكانين لهي الستاك. هلا بنفس العملية بنضيف الثالث، وبنفس العملية بنضيف الرابع، صار عنا مخزن بالذاكرة لأربع عناصر لهي الستاك، أربع عناصر. تمام، عنصر التوب صار هو أربعة، إذا أنا بدي أصل لاثنين أو لواحد أو لثلاثة ما بقدر أصل لهم غير لحتى شيل يلي فوقهم. هلأ عملية البيك، أنا هون لو بدي أقعد لو بدي أشوف هدول الكتب، أنا ما بعرف شو في تحت الكتاب رقم أربعة، أنا بس بعرف إنه الكتاب رقم أربعة موجود عندي. نفس الشي بالستاك، هو ما بيعرف شو في تحت الأربعة، هو بس بيعرف انه هو موجود عنده اربعة، فلما قال له انه هاي الستاك اعطيه امر البيك لإله، فهو بيرجع لي فقط العنصر التوب اللي هو اربعة، اللي هو حيرجع لي اربعة. هلا نشوف عملية البوب. اذا انا خلصت مثلا من الكتاب رقم اربعة وبدي اشيله، بينحذف، نحذفه، نعطيه امر البوب وبيحذفه للعنصر، بس بتصغر عنا المساحة بالذاكرة لثلاث عناصر لهاي الستاك. وبنفس العملية نحن حنحذف باقي العناصر. هلا هون شو التوب عنا هو رقم واحد لانه هو الموجود فوق بالقرب. هلا هون اذا سألنا اذا اعطيناه امر از امتي حيرجع لنا ترو لانه صارت عنا الستاك فاضية. هلا نحن حنعمل تطبيق بسيط نستخدم فيه الستاك لتتوضح فيه اكتر. هذا التطبيق حيكون عنا مجموعة من القيم وبدنا نفرقهم، القيم الزوجية بستاك لحالة والقيم الفردية بستاك تانية. طيب نشوف هلا كيف حنكتبه. أول شي بدي أعرف ستاك، بنعرفه بهاي الطريقة. ستاك بنعطيها اسمه equal new ستاك. تمام، هلا اعطانا ايرور على الستاك لانه بدنا نعمل له امبورت للجافا دوت يوتيل دوت ستاك. تمام، هلا في عنا نحنا كتير اوامر للستاك،
مثل مثلا contains، مثل clear. contains انه مثلا انا بدي اشوف هذا العنصر موجود بالستاك ولا لا، برجع لك true or false. clear بيحذف كل شيء عناصر بالستاك، بس انه هدول الشغلات نحن ما كتير حنستخدمها بالستاك، نحن بيهمنا لنا اربع شغلات. طيب هلا بدنا نضيف القيم، نضيف قيم على الستاك مشان نفرقه. مثلا s.push هو اللي بيضيف القيم. مثلا انا بدي اضيف قيمة واحد، حنضيف خمس قيم، 2 3 4 5. هلا بدي اعمل لفة عليهم مشان نعرف هاي القيمة زوجية ولا فردية. بنقول له while s dot is empty، معناتها هي خلصت. هلا هو اذا empty ورجع true معناتها خلص وبيوقف، فانا ما بدي اياه، بدي اقول له انه طول هي ما لا empty while not s is empty، يعني طول هي ما لا empty. شو يعني؟ ياخذ القيمة، هنعرف برا variable مشان نخزن فيه القيمة اللي حترجع. s dot peak مشان يرجع لنا القيمة، بس هون حيعطينا ايرور لانه البيك بترجع لنا اياه من نوع اوبجكت، ونحن عندنا الاكس معرفينه انتجر، فبنعمل له كاستنج للانتجر. تمام. هلا بدنا نساله اذا اكس باقي قسمتها 2 ايكوال ايكوال 0، معناتها هو زوجي، وعكس هيك معناتها هو فردي. طيب هلا لو زوجي بدي اياه نعرف له ستاك اسمه ايفن ويخزنه فيها. ونعرف ستاك تاني للاودز ايفن نمبر والاود نمبر ويخزنهم فيها. هلا اذا العدد كان ايفن حيخزن ايفن دوت بوش للاكس. طيب عدا هيك حيروح يخزنه بالاود دوت بوش للاكس. تمام. نحن هون مفروض يكون يعني حيضل يلف عليهم ويفرق. هلا بدنا نطبع كل الايفن نمبرز والاود نمبرز. اول شيء حنكتب جمله، هاي الجملة بس للطباعة انه لحتى نعرف هو شو اللي حيطبع. انا بدي اول شيء يطبع لي الايفن ايفن نمبرز، بعدين وايل لف على العناصر ايفن از امتي، وايل نوت ايفن از امتي شو بيعمل؟ بروح بيعمل سيستم dot out dot print line لا even dot pop. ونفس الشيء حيعمله للodd numbers. بس في شغلة هنا بوقت بده يفحص الأرقام، هلا نحن عملناها إنه يشوفها لهي القيمة، بعد ما يشوفها قبل ما يطلع بدنا يا القيمة اللي فرزها يا إيفن يا أود يعمل لها بوب، يعني يحذفها للقيمة اللي شافها. تمام. هيك نجرب البرنامج. أعطانا الإيفنز نمبر هنن 2 و4، والأود نمبرز هنن 1 و3 و5. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. كانت معكم نوران كنعان من سولفر تو بي. ياريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.